حضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتحاد الرياض بينما يرحب بالحضور الكرام والسادة أعضاء موثقية اللجنة العنفية. الرياض مبارك ولكم مبارك للكابتن مهند حصوله على المركز الأول، مباراة اللاعب فهد حصوله على المركز الثاني. نشهد هذا اليوم نهائي بطولة المحافظة بلياره البليارد اللي تقام على صالة قرطاج اللي هي المركز التدريبي لاتحاد بليارد نينوى. هاي البطولة ضمت مختلف أندية محافظة نينوى، وكانت البطولة مفتوحة على مدى 3 أيام. تقام هذه البطولة من خلال دعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة من خلال تخصيص مبالغ مالية للاتحادات الرياضية في نينوى لأجل تنفيذ هذه النشاطات. احنا حاليا انجزنا بحدود 17 نشاطا رياضيا موزعة في عمق ضيط ونائب محافظة نينوى، وان شاء الله خلال الايام القادمه نستكمل باقي هذه النشاطات اللي راح تنطي صوره طيبه عن اتحادات نينوى وعن انديه نينوى. نوجه من خلال قناتكم الكريمه قناه المصير العزيزه نداء للحكومه المحليه في نينوى بضروره اهتمام قطاع الشباب والرياضه والى الدعم ورعايه الكافيه لهذا القطاع الكبير والحيوي اللي ينجز الشيء الكثير على مستوى المحافظة وعلى مستوى العراق وعلى مستوى أيضا بطولات الخارجية. السيمو أنه قبل أيام لدينا لاعبين من اتحاد القوى البدنية أحرزوا الأوسمة الذهبية على مستوى آسيا وعلى مستوى العرب في بطولة القيمة في المغرب وأيضا في جنوب شرق آسيا. بدعم وزارة الشباب والرياضة وبرعاية موثلية اللجنة الأولمبية يقيم اتحاد بليارد نينوى بطولة البليارد بالكرة التاسعة لأندية محافظة نينوى. وبهذه المناسبة نشكر هذا الدعم الذي قمنا بموجبه بهذه البطولة. نأمل إن شاء الله تعالى أن ننظم بطولات قادمة للعبة السنوكر. قام اتحادنا بطولة أندية المحافظة بلعبة الناين بول، وقد شارك في هذه البطولة 7 أندية من محافظة نينوى. واحنا اليوم راح نقيم ان شاء الله بالنهائي، صعدوا للنهائي لاعبين، لاعب من نادي الفتوة ولاعب من نادي قلقوش الرياضي.